يا خاطب الحور الحسان وطالبا ليصالهن بجنة الحيوان. لو كنت تدري من خطبت ومن طنبت بذلت ما تحوي من الأثمان. أو كنت تدري أين مسكنها جعلت السعي منك لها على الأجفان. ولقد وصفت طريق مسكنها فإن رمت الوصال فلا تكن بالوان. أسرع وحث السير جهدك إنما مسراك هذا ساعة لزمان. فاعشق وحدث بالوصال النفس وابذل مهرها ما دمت ذا إمكان. واجعل صيامك قبل لقياها ويوم الوصل يوم الفطر من رمضان. واجعل نعوت جمالها الحادي وسير تلقى المخاوف وهي ذات أمان. لا يلهينك منزل لعبت به أيدي البلا مذ سالف الأزمان. فلقد ترحل عنه كل مسرة وتبدلت بالهم والأحزان. سجن يضيق بصاحب الإيمان لكن جنة المأوى لذي الكفران. سكانها أهل الجهالة والبطالة والسفاهة أنجس السكان. وألذهم عيشا فأجهلهم لحق الله ثم حقائق القرآن. عمرت بهم هذه الديار وأقفرت منهم ربوع العلم والإيمان. قد آثروا الدنيا ولذة عيشها الفاني على الجنات والرضوان. صحبوا الأماني وابتلوا بحظوظهم ورضوا بكل مذلة وهوان. كدحا وكدا لا يفتر عنهم ما فيه من غم ومن أحزان. والله لو شاهدت هاتيك الصدور رأيتها كمراجل النيران. ووقودها الشهوات والحسرات والآلام لا تخبو مدى الأزمان. أبدانهم أجداث هاتيك النفوس اللائي قد قبرت مع الأبدان. أرواحهم في وحشة وجسومهم في كدحها لا في رضا الرحمن. هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. لا ترضى ما اختاروه هم لنفوسهم فقد ارتضوا بالذل والحرمان. لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران. لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ولقد تولت بعد عن أصحابها فالسعد منها حل في الدبران. لا يرتجى منها الوفاء لصبها أين الوفاء من غادر خوان. طبعت على كدر فكيف تنالها صفوا أهذا قط في الإمكان. يا عاشق الدنيا تأهب للذي قد ناله العشاق كل زمان. أو ما سمعت بل رأيت مصارع العشاق من شيب ومن شبان. فاسمع إذا أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الإحسان. هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفان. دار السلام وجنة المأوى ومنزل عسكر الإيمان والقرآن. فالدار دار سلامة وخطابهم فيها سلام واسم ذي الغفران. درجاتها مئة وما بين اثنتين فذاك في التحقيق للحسبان. مثل الذي بين السماء وبينها في الأرض قول الصادق البرهان.
لكن عاليها هو الفردوس مستوف بعرش الخالق الرحمن وسط الجنان وعلوها فلذاك كانت قبة من أحسن البنيان منه تفجر سائر الأنهار فالمنبوع منه نازل بجنان أبوابها حق ثمانية أتت في النص وهي لصاحب الإحسان باب الجهاد وذاك أعلاها وباب الصوم يدعى الباب بالريان ولكل سعي صالح باب ورب السعي منه داخل بأمان ولسوف يدعى المرء من أبوابها جمعا إذا وفى حل الإيمان منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن منهم أبو بكر هو الصديق ذاك خليفة المبعوث بالقرآن سبعون عاما بين كل اثنين منها قدرت بالعد والحسبان هذا حديث لقيط المعروف بالخبر الطويل وذا عظيم الشان وعليه كل جلالة ومهابة ولكم حواه بعد من عرفان لكن بينهما مسيرة أربعين رواه حبر الأمة الشيباني في مسند بالرفع وهو لمسلم وقف كمرفوع بوجه ثاني هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد تلك شهادة الإيمان أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام والمفتاح بالأسنان لا تلغين هذا المثال فكم به من حل إشكال لذي العرفان هذا ومن يدخل فليس بداخل إلا بتوقيع من الرحمن وكذاك يكتب للفتى لدخوله من قبل توقيعان مشهوران إحداهما بعد الممات وعرض أرواح العباد به على الديان فإذا انتهى للجسر يوم الحشر يعطى للدخول إذا كتابا ثاني عنوانه هذا الكتاب من عزيز الراحم لفلان ابن فلان فدعوه يدخل جنة المأوى التي ارتفعت ولكن القطوف دواني هذا وقد كتب اسمه مذ كان في الأرحام قبل ولادة الإنسان بل قبل ذلك وهو وقت القيطتين كلاهما للعدل والإحسان سبحان ذي الجبروت والملكوت والإجلال والإكرام والسبحان والله أكبر عالم الإسرار والإعلان واللحظات بالأجفان والحمد لله السميع لسائر الأصوات من سر ومن إعلان وهو الموحد والمسبح والممجد والحميد ومنزل القرآن والأمر من قبل ومن بعد له سبحانك اللهم ذا السلطان وصف الجنة كذلك يجزي الله المتقين وصف الجنة هذا وإن صفوفهم عشرون مع مئة وهذه الأمة الثلثان يرويه عنه بريدة إسناده شرط الصحيح بمسند الشيبان ولقد أتانا في الصحيح بأنهم شطر وما اللفظان مختلفان إذ قال أرجو أن تكونوا شطرهم هذا رجاء منه للرحمن
أعطاه رب العرش ما يرجو وزاد من العطاء فعال ذي الإحسان. هذا وأول زمرة فوجوههم كالبدر ليل الست بعد ثمان. السابقون هم وقد كانوا هنا أيضا أولي سبق إلى الإحسان. والزمرة الأخرى كأضواء كوكب في الأفق تنظره به العينان. أمشاطهم ذهب ورشحهم فمسك خالص يا ذلة الحرمان. ويرى الذين بذيلها من فوقهم مثل الكواكب رؤية بعيان. ما ذاك مختصا برسل الله بل لهم وللصديق ذي الإيمان. هذا وأعلاهم فناظر ربه في كل يوم وقته الطرفان. لكن أدناهم وما فيهم دني إذ ليس في الجنات من نقصان. فهو الذي تلفى مسافة ملكه بسنين لا ألفان كاملتان. فيرى بها أقصاه حقا مثل رؤيته لأدناه القريب الداني. أو ما سمعت بأن آخر أهلها يعطيه رب العرش ذو الغفران. أضعاف دنيانا جميعا عشر أمثال لها سبحان ذي الإحسان. هذا وسنهم ثلاث مع ثلاثين التي هي قوة الشبان. وصغيرهم وكبيرهم في ذا على حد سواء ما سوى الولدان. ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء عشر بعدها عشران. وكلاهما في الترمذي وليس ذا بتناقض بل هاهنا أمران. حذف الثلاث ونيف بعد العقود وذكر ذلك عندهم سيان. عند اتساع في الكلام فعندما يأتوا بتحرير فبالميزان. والطول طول أبيهم ستون لكن عرضهم سبع بلا نقصان. الطول صح بغير شك في الصحيحين اللذين هما لنا شمسان. والعرض لم نعرفه في إحداهما لكن رواه أحمد الشيباني. هذا ولا يخفى التناسب بينها ذا العرض والطول البديع الشان. كل على مقدار صاحبه وذا تقدير متقن صنعة الإنسان. ألوانهم بيض وليس لهم لحى جعد الشعور مكحل الأجفان. هذا كمال الحسن في أبشارهم وشعورهم وكذلك العينان. ولقد أتى أثر بأن لسانهم بالمنطق العربي خير لسان. والريح يوجد من مسيرة أربعين وإن تشأ مئة فمرويان. وكذا روي سبعين أيضا صحها ذا كله وأتى به أثران. ما في رجالهما لنا من مطعن والجمع بين الكل ذو إمكان. ونظير هذا سبق أهل الفقر للجنات في تقديره أثران. مئة بخمس ضربها أو أربعين كلاهما في ذاك محفوظان. فأبو هريرة قد روى أولاهما وروى لنا الثاني صحابيان. هذا بحسب تفاوت الفقراء في استحقاق سبقهم إلى الإحسان. أو ذا بحسب تفاوت في الأغنياء كلاهما لا شك موجودان. هذا وأولهم دخولا خير خلق الله من قد خص بالقرآن. والأنبياء على مراتبهم من التفضيل تلك مواهب المنان.
هذا وأمة أحمد سباق باقي الخلق عند دخولهم بجنان، وأحقهم بالسبق أسبقهم إلى الإسلام والتصديق بالقرآن، وكذا أبو بكر هو الصديق أسبقهم دخولا قول ذي البرهان. وروى ابن ماجة أن أولهم يصافحه إله العرش ذو الإحسان، هذا وأولهم دخولا فهو حماد على الحالات للرحمن، إن كان في السراء أصبح حامدا أو كان في الضراء فحمد ثاني، هذا الذي هو عارف بإلهه وصفاته وكماله الربان. وكذا الشهيد فسبقه متيقن وهو الجدير بذلك الإحسان، وكذلك المملوك حين يقوم بالحقين سباق بغير توان، وكذا فقير ذو عيال ليس بالملحاح بل ذو عفة وصيان. قال ابن عباس ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان، يا لذة الأسماء لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان، وهل لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان، وهل لذياك السماع وطيبه من مثل أقمار على أغصان، وهل لذياك السماع فكم به للقلب من طرب ومن أشجان، وهل لذياك السماع ولم أقل ذياك تصغيرا له بلسان، ما ظن سامعه بصوت أطيب الأصوات من حور الجنان حسان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، نحن النواعم والخوالد خيرات كاملات الحسن والإحسان، لسنا نموت ولا نخاف وما لنا سخط ولا ضغن من الأضغان، طوبى لمن كنا له وكذاك طوبى للذي هو حظنا لفظان، في ذاك آثار روين وذكرها في الترمذي ومعجم الطبران، ورواه يحيى شيخ الأوزاعي تفسيرا للفظة يحبرون أغاني، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان، لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان، إن اختيارك للسماع النازل أدنى على الأعلى من النقصان، والله إن سماعهم في القلب والإيمان مثل السم في الأبدان، والله من فك الذي هو دأبه أبدا من الإشراك بالرحمن، فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، فقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان، واللهو خف عليهم لما رأوا ما فيه من طرب ومن ألحان، قوت النفوس وإنما القرآن قوت القلب أنى يستوي القوتان، يا لذة الفساق لست كلذة الأبرار في عقل ولا قرآن، أنهارها في غير أخدود جرت سبحان ممسكها عن الفيضان،
من تحتهم تجري كما شاءوا مفجرة وما للنهر من نقصان عسل مصفى ثم ماء ثم خمر ثم أنهار من الألبان والله ما تلك المواد كهذه لكن هما في اللفظ مجتمعان هذا وبينهما يسير تشابه وهو اشتراك قام بالأذهان وطعامهم ما تشتهيه نفوسهم ولحوم طير ناعم وسمان وفواكه شتى بحسب مناهم يا شبعة كملت لذي الإيمان لحم وخمر والنساء وفواكه والطيب مع روح ومع ريحان وصحافهم ذهب تطوف عليهم بأكف خدام من الولدان وانظر إلى جعل اللذاذة للعيون وشهوة للنفس في القرآن للعين منها لذة تدعو إلى شهواتها بالنفس والأمران سبب التناول وهو يوجب لذة أخرى سوى ما نالت العينان يسقون فيها من رحيق ختمه بالمسك أوله كمثل الثاني مع خمرة لذت لشاربها بلا غول ولا داء ولا نقصان والخمر في الدنيا فهذا وصفها تغتال عقل الشارب السكران وبها من الأدواء ما هي أهله ويخاف من عدم لذي الوجدان فنفى لنا الرحمن أجمعها عن الخمر التي في جنة الحيوان وشرابهم من سلسبيل مزجه الكافور ذاك شراب ذي الإحسان هذا شراب أولي اليمين ولكن الأبرار شربهم شراب ثاني يدعى بتسنيم سلام شربهم شرب المقرب خيرة الرحمن صف المقرب سعيه فصفى له ذاك الشراب فتلك تصفيتان لكن أصحاب اليمين فأهل مزج بالمباح وليس بالعصيان مزج الشراب لهم كما مزجوهم الأعمال ذاك المزج بالميزان هذا وتصريف المآكل منهم عرق يفيض لهم من الأبدان كروائح المسك الذي ما فيه خلط غيره من سائر الألوان فتعود هاتيك البطون ضوامرا تبغي الطعام على مدى الأزمان لا غائط فيها ولا بول ولا مخط ولا بسق من الإنسان ولهم جشاء ريحه مسك يكون به تمام الهضم بالإحسان هذا وهذا صح عنه فواحد في مسلم ولأحمد الأثران جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها النار لهم فيها ما يشاءون وهم الملوك على الأسرة فوقها تيك الرؤوس مرصع التيجان ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذو طيران كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان لا تقربوا الدنس المقرب للبلا ما للبلا فيهن من سلطان
ونصيف إحداهن وهو خمارها ليست له الدنيا من الأثمان سبعون من حلل عليها لا تعوق الطرف عن نخ ورساقان لكن يراه من وراء ذا كله مثل الشراب لدى زجاج أواني والفرش من استبرق قد بطنت ما ظنكم بظهارة لبطان مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان يتحدثان على الأرائك ما ترى حبين في الخلوات ينتجيان هذا وكم زردية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان والحلي أصفى لؤلؤ وزبرجد وكذاك أسورة من العقيان ما ذاك يختص الإناث وإنما هو للإناث كذاك للذكران التاركين لباسه في هذه الدنيا لأجل لباسه بجنان أوما سمعت بأن حليتهم إلى حيث انتهاء وضوئهم بوزان وصف الجنة الجنة لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر وعدد أنفاس البشر لا إله إلا الله عدد لمح العيون عدد ما كان وما يكون لا إله إلا الله عدد الرياح في البراري والصخور لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في الصور وصف الجنة يا من يطوف بكعبة الحسن التي حفت بذاك الحجر والأركان ويظل يسعى دائما حول الصفا ومحسر مسعاه للعلمان ويروم قربان الوصال على منى والخيف يحجبه عن القربان فلذا تراه محرما أبدا وموضع حله منه فليس بدان يبغي التمتع مفردا عن حبه متجردا يبغي شفيع قران فيظل بالجمرات يرمي قلبه هذه مناسكه وكل زمان والناس قد قضوا مناسكهم وقد حثوا ركائبهم إلى الأوطان وحدت بهم همم لهم وعزائم نحو المنازل أول الأزمان رفعت لهم في السير أعلام الوصال فشمروا يا خيبة الكسلان ورأوا على بعد خياما مشرفات مشرقات النور والبرهان فتيمموا تلك الخيام فآنسوا فيهن أقمارا بلا نقصان من قاصرات الطرف لا تبغي سوى محبوبها من سائر الشبان قصرت عليه طرفها من حسنه والطرف في ذا الوجه للنسوان أو أنها قصرت عليه طرفه من حسنها فالطرف للذكران والأول المعهود من وضع الخطاب فلا تحد عن ظاهر القرآن ولربما دلت إشارته على الثاني فتلك إشارة لمعاني هذا وليس القاصرات كمن غدت مقصورة فهما إذن صنفان يا مطلق الطرف المعذب في الأولى جردن عن حسن وعن إحسان لا تسبينك صورة من تحتها الداء الدوي تبوء بالخسران فانظر مصارع من يليك ومن خلا من قبل من شيب ومن شبان
وارغب بعقلك أن تبيع العالي الباقي بذا الأدنى الذي هو فاني. إن كان قد أعياك خود مثل ما تبغي ولم تظفر إلى ذا الآن، فاخطب من الرحمن خودا ثم قدم مهرها ما دمت ذا إمكان. ذاك النكاح عليك أيسر إن يكن لك نسبة للعلم والإيمان. والله لم تخرج إلى الدنيا للذة عيشها أو للحطام الفاني، لكن خرجت لكي تعد الزاد للأخرى فجئت بأقبح الخسران. أهملت جمع الزاد حتى فات، بل فات الذي ألهاك عن ذا الشان. والله لو أن القلوب سليمة لتقطعت أسفا من الحرمان، لكنها سكرى بحب حياتها الدنيا وسوف تفيق بعد زمان. فاسمع صفات عرائس الجنات ثم اختر لنفسك يا أخ العرفان. حور حسان قد كملن خلائقا ومحاسلا من أجمل النسوان، حتى يحار الطرف في الحسن الذي قد ألبست فالطرف كالحيران. ويقول لما أن يشاهد حسنها سبحان معطي الحسن والإحسان. والطرف يشرب من كؤوس جمالها فتراه مثل الشارب النشوان. كملت خلائقها وأكمل حسنها كالبدر ليل الست بعد ثمان. والشمس تجري في محاسن وجهها والليل تحت ذوائب الأغصان. فتراه يعجب وهو موضع ذاك من ليل وشمس كيف يجتمعان. ويقول سبحان الذي ذا صنعه سبحان متقن صنعة الإنسان. لا الليل يدرك شمسها فتغيب عند مجيئه حتى الصباح الثاني. والشمس لا تأتي بطرد الليل بل يتصاحبان كلاهما أخوان. وكلاهما مرآة صاحبه إذا ما شاء يبصر وجهه يريان. فيرى محاسن وجهه في وجهها وترى محاسنها به بعيان. حمر الخدود ثغورهن لا آلئ سود العيون فواتر الأجفان. والبرق يبدو حين يبسم ثغرها فيضيء سقف القصر بالجدران. ولقد روينا أن برقا ساطعا يبدو فيسأل عنه من بجنان. فيقال هذا ضوء ثغر ضاحك في الجنة العليا كما تريان. لله لاثم ذلك الثغر الذي في لثمه إدراك كل أمان. ريانة الأعطاف من ماء الشباب فغصنها بالماء ذو جريان. لما جرى ماء النعيم بغصنها حمل الثمار كثيرة الألوان. فالورد والتفاح والرمان في غصن تعالى غارس البستان. والقد منها كالقضيب اللدن في حسن القوام كأوسط القضبان. بمغرس كالعاج تحسب أنه عال النقاء واحد الكثبان. لا الظهر يلحقها وليس ثديها بلاحق للبطن أو بدوان. لكنهن كواعب ونواهد فثديهن كألطف الرمان. والجيد ذو طول
وحسن في بياض واعتدال ليس ذا نكران. يشكو الحري بعاده فله مدى الأيام وسواس من الهجران. والمعصمان فإن تشاء شبههما بسبيكتين عليهما كفان. كالزبد لينا في نعومة ملمس أصداف در دورت بوزان. والصدر متسع على بطن لها حفت به خصران ذات ثمان. وعليه أحسن سرة هي مجمع الخصرين قد غارت من الأعكان. حق من العاج استدار وحوله حبات مسك جل ذو الإتقان. وإذا انحدرت رأيت أمرا هائلا ما للصفات عليه من سلطان. ولقد روينا أن شغلهم الذي قد جاء في ياسين دون بيان. شغل العروس بعرسه من بعد ما عبثت به الأشواق طول زمان. بالله لا تسأله عن أشغاله تلك الليالي شأنه ذو شان. واضرب لهم مثلا بصب غاب عن محبوبه في شاسع البلدان. والشوق يزعجه إليه وما له بلقائه سبب من الإمكان. وافى إليه بعد طول مغيبه عنه وصار الوصل ذا إمكان. أتلومه إن صار ذا شغل به لا والذي أعطى بلا حسبان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. يا رب غفرا قد طغت أقلامنا يا رب معذرة من الطغيان. أقدامها من فضة قد ركبت من فوقها ساقان ملتفان. والساق مثل العاج ملموم يرى مخ العظام وراءه بعيان. والريح مسك والجسوم نواعم واللون كالياقوت والمرجان. وكلامها يسبي العقول بنغمة زادت على الأوتار والعيدان. وهي العروب بشكلها وبدلها وتحبب للزوج كل أوان. لطفا وحسن تبعل وتغنج وتحبب تفسير ذي العرفان. تلك الحلاوة والملاحة أوجب إطلاق هذا اللفظ وضع لسان. فملاحة التصوير قبل غناجها هي أول وهي المحل الثاني. فإذا هما اجتمعا لصب وامق بلغت به اللذات كل مكان. وبقوة المئة التي حصلت له أفضى إلى مئة بلا خوران. وأعفهم في هذه الدنيا هو الأقوى هناك لزهده في الفان. فاجمع قواك لما هناك وغمض العينين واصبر ساعة لزمان. ما هاهنا والله ما يسوى قلى متى ظفر واحدة ترى بجنان. ما هاهنا إلا النقار وسيء الأخلاق مع عيب ومع نقصان. هم وغم دائم لا ينتهي حتى الطلاق أو الفراق الثاني. والله قد جعل النساء عوانيا شرعا فأضحى البعل وهو العاني. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فإن تفعل رجعت بذلة وهوان. وإذا بدت في حلة من لبسها وتمايلت كتمايل النشوان. تهتز كالغصن الرطيب وحمله ورد وتفاح على رمان. وتبخترت في مشيها ويحق ذاك لمثلها في جنة الحيوان.
ووصائف من خلفها وأمامها وعلى شمائلها وعن أيمان كالبدر ليلة تمه قد حف في غسق الدجى بكواكب الميزان فلسانه وفؤاده والطرف في دهش وإعجاب وفي سبحان حتى إذا ما واجهته تقابلا أرأيت إذ يتقابل القمران فسل المتيم هل يحل الصبر عن ضم وتقبيل وعن فلتان وسل المتيم أين خلف صبره في أي واد أم بأي مكان وسل المتيم كيف حالته وقد ملئت له الأذنان والعينان من منطق رقت حواشيه ووجه كم به للشمس من جريان وسل المتيم كيف عيشته إذن وهما على فرشيهما خلوان يتساقطان لآلئا منثورة من بين منظوم كنظم جمان وسل المتيم كيف مجلسه مع المحبوب في روح وفي ريحان وتدور كاسات الرحيق عليهما بأكف أقمار من الولدان يتنازعان الكأس هذا مرة والخود أخرى ثم يتكئان فيضمها وتضمه أرأيت معشوقين بعد البعد يلتقيان غاب الرقيب وغاب كل منكد وهما بثوب الوصل مشتملان أتراهما ضجرين من ذا العيش لا وحياة ربك ما هما ضجران ويزيد كل منهما حبا لصاحبه جديدا سائر الأزمان ووصاله يكسوه حبا بعده متسلسلا لا ينتهي بزمان فالوصل محفوف بحب سابق وبلاحق وكلاهما صنوان فرق لطيف بين ذاك وبين ذا يدريه ذو شغل بهذا الشان ومزيدهم في كل وقت حاصل سبحان ذي الملكوت والسلطان يا غافلا عما خلقت له انتبه جد الرحيل فلست باليقظان سار الرفاق وخلفوك مع الأولى قنعوا بذا الحظ الخسيس الفاني ورأيت أكثر من ترى متخلفا فتبعتهم ورضيت بالحرمان ولسوف تعلم حين ينكشف الغطاء ماذا صنعت وكنت ذا إمكان ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان وأتى به القرآن تصريحا وتعريضا هما بسياقه نوعان وهي الزيادة قد أتت في يونس تفسير من قد جاء بالقرآن ورواه عنه مسلم بصحيحه يروي صهيب ذا بلا كتمان وهو المزيد كذاك فسره أبو بكر هو الصديق ذو الإيقان وعليه أصحاب الرسول وتابعوهم بعدهم تبعية الإحسان ولقد أتى ذكر اللقاء لربنا الرحمن في سور من الفرقان ولقاؤه إذ ذاك رؤيته حكى الإجماع فيه جماعة ببيان وعليه أصحاب الحديث جميعهم لغة وعرفا ليس يختلفان وروى ابن ماجة مسندا عن جابر خدرا وشاهده ففي القرآن بينهم في عيشهم وسرورهم ونعيمهم في لذة وتهان وإذا بنور ساطع قد أشرقت منه الجنان قصيها والداني رفعوا إليه رؤوسهم فرأوه نور الرب لا يخفى على إنسان
وإذا بربهم تعالى فوقهم قد جاء للتسليم بالإحسان. قال السلام عليكم فيرونه جهرا تعالى الرب ذو السلطان. مصداق ذا ياسين قد ضمنته عند القول من رب بهم رحمان. أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن منادي جنة الحيوان. يا أهلها لكم لدى الرحمن وعد وهو منجزه لكم بضمان. قالوا أما بيضت أوجهنا كذا أعمالنا أثقلت في الميزان. وكذاك قد أدخلتنا الجنات حين أجرتنا من مدخل النيران. فيقول عندي موعد قد آن أن أعطيكموه برحمتي وحناني. فيرونه من بعد كشف حجابه جهرا رواذا مسلم ببيان. ولقد أتانا في الصحيحين اللذين هما أصح الكتب بعد قران. برواية الثقة الصدوق جرير البجلي عمن جاء بالقرآن. أن العباد يرونه سبحانه رؤيا العيان كما يرى القمران. فإن استطعتم كل وقت فاحفظوا البردين ما عشتم مدى الأزمان. ولقد روى بضع وعشرون امرأ من صحب أحمد خيرة الرحمن أخبار هذا الباب عمن قد أتى بالوحي تفصيلا بلا كتمان. والله لولا رؤية الرحمن في الجنات ما طابت لذي العرفان. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الحيوان. وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. وإذا رآه المؤمنون نسوا الذي هم فيه مما نالت العينان. فإذا توارى عنهم عادوا إلى لذاتهم من سائر الألوان. فلهم نعيم عند رؤيته سوى هذا النعيم فحبذ الأمران. أو ما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجنان. فيقول جل جلاله هل أنتم راضون قالوا نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان. هل ثم شيء غير ذاك يكون أفضل منه نسأله من المنان. فيقول أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن. ويذكر الرحمن واحدهم بما قد كان منه سالف الأزمان. منه إليه ليس ثم وساطة ما ذاك توبيخا من الرحمن. لكن يعرفه الذي قد ناله من فضله والعفو والإحسان. ويسلم الرحمن جل جلاله حقا عليهم وهو في القرآن. وكذاك يسمعهم لذيذ خطابه سبحانه بتلاوة الفرقان. فكأنهم لم يسمعوه قبل ذا هذا رواه الحافظ الطبراني. أو ما سمعت بشأنهم يوم المزيد وأنه شأن عظيم الشان. هو يوم جمعتنا ويوم زيارة الرحمن وقت صلاتنا وأذان. والسابقون إلى الصلاة هم الأولى فازوا بذاك السبق بالإحسان. سبق بسبق والمؤخر هاهنا متأخر في ذلك الميدان. والأقربون إلى الإمام فهم أولو الزلفى هناك فهاهنا قربان. قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان. ولهم منابر لؤلؤ وزبرجد ومنابر الياقوت والعقيان.
هذا وأدناهم وما فيهم دني من فوق ذاك المسك كالكثبان ما عندهم أهل المنابر فوقهم مما يرون بهم من الإحسان فيرون ربهم تعالى جهرة نظر العيان كما يرى القمران ويحاضر الرحمن واحدهم محاضرة الحبيب يقول يا ابن فلان هل تذكر اليوم الذي قد كنت فيه مبارزا بالذنب والعصيان فيقول رب أما مننت بغفرة قدما فإنك واسع الغفران فيجيبه الرحمن مغفرة التي قد أوصلتك إلى المحل الداني ويظلهم إذ ذاك منه سحابة تأتي بمثل الوابل الهتان بيناهم في النور إذ غشيتهم سبحان منشيها من الرضوان فتظل تمطرهم بطيب ما رأوا شبها له في سالف الأزمان فيزيدهم هذا جمالا فوق ما لهم وتلك مواهب المنان فيقول جل جلاله قوموا إلى ما قد ذخرت لكم من الإحسان يأتون سوقا لا يباع ويشترى فيه فخذ منه بلا أثمان قد أسلف التجار أثمان المبيع بعقدهم في بيعة الرضوان لله سوق قد أقامته الملائكة الكرام بكل ما إحسان فيها الذي والله لا عين رأت كلا ولا سمعت به أذنان كلا ولم يخطر على قلب امرئ فيكون عنه معبرا بلسان فيرى امرأ من فوقه في هيئة فيروعه ما تنظر العينان فإذا عليه مثلها إذ ليس يلحق أهلها شيء من الأحزان وهل لذا السوق الذي من حله نال التهاني كلها بأمان يدعى بسوق تعارف ما فيه من صخب ولا غش ولا أيمان وتجارة من ليس تلهيه تجارات ولا بيع عن الرحمن أهل المروءة والفتوة والتقى والذكر للرحمن كل أوان يا من تعوض عنه بالسوق الذي ركزت لديه راية الشيطان لو كنت تدري قدر ذاك السوق لم تركن إلى سوق الكساد الفاني فإذا هم رجعوا إلى أهلهم بمواهب حصلت من الرحمن قالوا لهم أهلا ورحبا ما الذي أعطيتم من ذا الجمال الثاني والله لازددتم جمالا فوق ما كنتم عليه قبل هذا الآن قالوا وأنتم والذي أنشأكم قد زدتم حسنا على الإحسان لكن يحق لنا وقد كنا إذن جلساء رب العرش ذي الرضوان فهموا إلى يوم المزيد أشد شوقا من محب للحبيب الداني هذا وخاتمة النعيم خلودهم أبدا بدار الخلد والرضوان أو ما سمعت منادي الإيمان يخبر عن مناديهم بحسن بيان لكم حياة ما بها موت وعافية بلا سقم ولا أحزان ولكم نعيم ما به بؤس وما لشبابكم هرم مدى الأزمان كلا ولا نوم هناك يكون ذا نوم وموت بيننا أخوان
هذا علمناه اضطرارا من كتاب الله، فافهم مقتضى القرآن. وبناؤها اللبنات من ذهب وأخرى فضة نوعان مختلفان، وقصورها من لؤلؤ وزبرجد أو فضة أو خالص العقيان. وكذاك من در وياقوت به نظم البناء بغاية الإتقان. والطين مسك خالص أو زعفران جاء بذا أثران مقبولان. ليس بمختلفين لا تنكرهما، فهما الملاط لذلك البنيان. غرفاتها في الجو ينظر بطنها من ظهرها والظهر من بطنان. سكانها أهل القيام مع الصيام وطيب الكلمات والإحسان. ثنتان خالص حقه سبحانه، وعبيده أيضا لهم ثنتان. للعبد فيها خيمة من لؤلؤ قد جوفت هي صنعة الرحمن. ستون ميلا طولها في الجو في كل الزوايا أجمل النسوان. يغشى الجميع فلا يشاهد بعضهم بعضا، وهذا لاتساع مكان. فيها مقاصير بها الأبواب من ذهب ودر زين بالمرجان. وخيامها منصوبة برياضها وشواطئ الأنهار ذي الجريان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. ما في الخيام سوى التي لو قابلت للنيرين لقلت منكسفان. لله هاتيك الخيام فكم بها للقلب من علق ومن أشجان. فيهن حور قاصرات الطرف خيرات حسان هن خير حسان. خيرات أخلاق حسان أوجها، فالحسن والإحسان متفقان. فيها الأرائك وهي من سرر عليهن الحجال كثيرة الألوان. لا تستحق اسم الأرائك دونها، تيك الحجال وذاك وضع لسان. بشخانة يدعونها بلسان فارس وهو ظهر البيت ذي الأركان. أشجارها نوعان منها ما له في هذه الدنيا مثال ثاني. كالسدر أصل النبق مخضود مكان الشوك من ثمر ذوي ألوان. هذا وظل السدر من خير الظلال، ونفعه الترويح للأبدان. وثماره أيضا ذوات منافع، من بعضها تفريح ذي الأحزان. والطلح وهو الموز منضود كما نضدت يد بأصابع وبنان. أو أنه شجر البوادي موقرا حملا مكان الشوك في الأغصان. وكذلك الرمان والأعناب والنخل التي منها القطوف دوان. هذا ونوع ما له في هذه الدنيا نظير كي يرى بعيان. يكفي من التعداد قول إلهنا من كل فاكهة بها زوجان. أوتوا به متشابها في اللون مختلف الطعوم فذاك ذو ألوان. لكن لبهجتها ولذة طعمها أمر سوى هذا الذي تجدان. فيلذها في الأكل عند منالها، وتلذها من قبله العينان. قال ابن عباس وما بالجنة العليا سوى أسماء ما تريان. يعني الحقائق لا تماثل هذه، وكلاهما في الاسم متحدان. يا طيب هاتيك الثمار وغرسها في المسك ذاك الترب للبستان.
وكذلك الماء الذي يسقى به يا طيب ذاك الورد للظمآن. بالله ما عذر امرئ هو مؤمن حقا بهذا ليس باليقظان، بل قلبه في رقدة فإذا استفى قف لبسه هو حلة الكسلان. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، وسعيت جهدك في وصال نواعم وكواعب بيض الوجوه حسان. جليت عليك عرائس والله لو تجلى على صخر من الصوان. رقت حواشيه وعاد لوقته ينهال مثل نقا من الكثبان، لكن قلبك في القساوة جاز حد الصخر والحصباء في أشجان. لو هزك الشوق المقيم وكنت ذا حس لما استبدلت بالأدوان، أو صادفت منك الصفات حياة قلب كنت ذا طلب لهذا الشان. خود تزف إلى ضرير مقعد يا محنة الحسناء بالعميان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان. يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان. يا سلعة الرحمن سوقك كاسد بين الأراذل سفلة الحيوان، يا سلعة الرحمن أين المشتري، أين المشتري؟ فلقد عرضت بأيسر الأثمان. يا سلعة الرحمن هل من خاطب، هل من خاطب؟ فالمهر قبل الموت ذو إمكان. يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان، ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن.